يا دراويشة مركز اللي يراه هذا وحأبها أنت سوين اللوجا بارنتك دراويشة دان كجواب نور تدراويش وحاء عدي أورك دراويشة كتر سنة دقالنتي هول قشي إنجليز هو صار تكتي قلا صار تدراويشة أما أنا أنا صار راع أما إنجليز كفوا هذا تدك مركز إنجليز كنا وحرة بعد تدك ودوا ولديه إنه كان يبغى إنجليز يسوي سياسات بول هاي اللي يرا ديفايد أند رول قريب أو حكم قريب أو حكم إنجليز مركز وحال الله شجع دب عذها أورها كم ذاها هبدا قن كيس سياسات أما جيوبوليتكس كوك فكره إنه أهاب بلشده سومالي إنه بلشك الصو قبصده إنه كلا قريبيه إسكو قراع وهالك سومالي أيتر هذا الفجري يقال إسكو جبيه كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديه جمال كستا كوبي حبي لشة ودر هنا لقاعد صادر مال والبا كمعمولو أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانتا أو كماري يكون هرمري نلاش هذا نقال بريمير ولد حال أي شيء ولب إن سوي له سودوي أو لا شقي أجمع برع نمن كان دكان هبري يونستا يو هبرج على لبضبة إن يسوي نكسن سودوي مسك تاريخ وحياة oo markii hore garab iyo gaashaan in loo noqdana qayb weyn ay ka qaateen salaahan waxaan oran kareynaa waa laga soo dhaweeyay wax ka badan wixii uu barbara ka waayay iyo ka helay miiga maxay helay wuxuu helay dad dihin oo Soomaali ah oo afkaarahan magaalada waa taqaana way ka loolan badan tahay markii la joogo xaga diinta markii la joogo ودي قادريدي يو أحمديدي يسالح وحي سهستي حقار دول ضد وحشاقة ودقي استيال بهلاي ضد دقي استيال وسوي دوي مدك على ده جميس قلفتي سنة وحجوا جاي مقالوينك ميجا مجوجين مركز تذكر هرميجا أن أذ ولف الجلين الرماني الدولة نمدن يوحن وإنجليز كودي يو هلاي مركز عدة جيسته iyo hala marka xal yiraada wala taageeray si fiican ba loo taageeray wala garab istaagey wala soo dhaweeyay sidii degobnimada Soomaaliyeed ee hadal qofka loo karaameen jiray culimada ay ba loo karaameey la isuna barbar taagey marka arintaas way qataarada ku qoran tahay wayna jirtaa oo dad badan oo Sultan Nur Aman uu kamid yahay oo xaalad sheegay Sultankii habaryoonista إنه سوين وسود ويسيت كوسف يعني رشقي وطريقها أيضا أرماس وانكوهينا مركا تاس الكاسان أيضا تاس كورنا يعني. أوكي. مركا أساس كده دراوشيت بينو مركا دبر بركة كينو مرينا بقى. ده كي بر بركة رعاينو السودان نور ها أنت أستاذ تاريخ اسمه ترتا مسي مترتو. نيهو أنا جو أورن ماي بالضبط إنه بر بركة رعاي. إنه ميجا برعة كرعة ما قرنا لكن تاريخيا ندوح إسكوا فقسين إنه يسوون أكسن إسكوا أفكارتين محايا لي سلطان كسوما لدى حلقة نولا بيشيسا أسيقا متلي أسيقا عدكيسا سفعانو دقي سنيسي عد ويرا ذا أسيقا أهل سودوي سيوون أكسن بلو سودوينا عد ويرا أن فوقينا ولا فوقينا مركب حال الشيقا وي تاريخ دو تاريخيا ندو أي شيقان إن سودوي انتا سيوون أكسن لو سودوي لكن إنه بربري إسكار راعي إنه مجال بربري إسكار راعي إن كلا بحيو بحانت أي بارتان يحكي جنديري وبحانت إيه السودان كي وا كاد يو دو تقدر لجسو لجو سوريا أو سفر عن إيه حقوق قبتي تبعته إن وحال الشيء قاعد يرتوى قرنت هاي التاريخ ده سيأذب قرنت هاي وينو دوبنت هاي إن بدنو خمدة marka sayidku de xilliga wixii ka dambeeyay wuxuu bilaabay inuu aba isabaabulo inuu dhanka reer abtigi waxa Soomaalidu wiilka xaliraada ama reerkiiba ku tiirsanaada ama reer abtigi marka sayidku waxaad ogtahay dhulkan uu ku koray marka hore ee ku dhashay magaalada Buuhoodle meel u dhow ku dhashay saxmad ee qalay raahdo sanadkii 1986 sida ay taariikhdu ay qoreyso marka waxa reer abti uu ahaa نمك هذول كه دكان هذول بحنت جارهان أحمد جارد نمك اللي يراه هذا علي جريوي هو يدي أهيت مركا دكان كان مركا رير أبتيجي هذول بحنت جودهان أي دكانين يوم مركا أسو جوري أسو سعودين
أباب الكيس مركال كاسو كودي إلى مركز دم بدي دجان كوجحوجة بدن لقتها غيري إنه نقضي إنه أبتياشي إنه ده أفكارتي سلقاتين إنسوين سكر بتاعين وليبا رك بدن هو يدي رصيد مكان لا شيء وأبان دوليال هاي دجالك كل لقلي أو ده أبار دولياشي درويش وقت كا أبا يجري مركا هذه مركا وحنا نقضي بيس كيسي حاجة سو سو جوري دول كان نقال إلى هذا دول كان محلي كرا هودي دول كان مركز دم إنك سو دوت عيوس بدلي أو مربى إنجليز كده قال كيس مكو سيب العادة أي نقطتين مربى إن دن لا هذا إلى أي درويش ده مركز دم بقى أي سكوف في السي إلى بضع محوها أي إلى أي تكتيكو بلا ضبري وحلي كرا مكان دول كان سبيس كيس مركو حنا قط دول بعنتها أي أوحوا قبلنا أو ده ما أنت نقاطي بمجي magac darawishta oo la dhig karana de xaqba u leeyeen qaataano ciidanka u badnaa is darawish noqday ku dagaalamay ku dhintay ee garab iyo gaashan sayid maxamed abdullah xasan u noqday bay ahaayeen marka saldhiga ugu weyn ee dooxooyinka nugaal iyo ila dhulkan iyo inay darawish ku bulaashay howlaha soo sii waday waxaan la sheegaa god meesha la yiraahdo geeda qarsay dooxa la yiraahdo geeda qarsay amma tuga geeda qarsay wuxuu dhaxmar magaalada lasaanood tugaasi inuu ahaa tuga ugu horeeyay hubkii ugu horeeyay ingiriis ay furay darawish ka furatay meeshii ay ku furteen oo magaalada lasaanood waxa ku yaala buurta Sayid Maxamed Abdullah Xasan buur la yiraahdo buurta marka waa buurti sayidka deganayeen ilaaladiisa oo ciidan xoog loo darawisha halka degay marka waxay ii sheegeen dadka dhulkaas degan ee reer lasaanood in hubkaasi lagu furtay togga geeda qarsay meel dhaxdiis oo waxa jirta qofkii tagay ba garanayay geedo waaweyn ba ku yaalo de markaan la saxnood magaalo ma aheen dhulka waxa iska ahay de wad garanaysa dhulka in tan dhulka dheelan rugmin weey oo dhulka aad buu hawd u ahaa jiq u ahaa marka waxa la sheegaa dhanka marka daraweesho markay timid oo ka ay furteen de dagaalkii baaba si xoogaysay oo saaku bilowday inay dagaalamaan wayahay daraawish ba way nagan marayna horta magaca daraawish waxa uu ka yimid ya daraawisha nasiro soo noqday nasiro horta waxa weey ya daraawisha markii la yiraahdo waxa u baahan tahay si weyn in looga baaranto daraawisha daan ka jawaab horta daraawish waxa cidii ururka daraawishad ka tirsaneyd ee dagaalantay ee hawl gashay ee ingiriis hoos hortaagtay qolaha horta daraawish ah لكن أرجع درويش معنيه سمعناك لدوان بولية أفكا إيرانيين أفكا فارسي كما كان ليرا هذا قف يعني وحاك لقول شيء جاي قف حق إلهي أدو أو فقير كي الله ينوية ونوع ما سوفيقة صومالي ده قفك السوفيقة يعني وحا وذا دادي هرأي صوماليات نينك السوفيقة مال آدو مال بسنجرين wuxuu ahaa nin habeenkii salaad u taagan oo inkastoo ay kala duwanaan karaan qolada dalka Suudaan aniga wax ku soo bartay darwiish waxay u yaqaanaan qofka yar walwaala oo wax ku dhahayaan fulan darwasha xogaa waa ka bootsan ninka seef la bootka ee xogaa maarta fudud yey darwiish u yaqaanaan sidoo kale carabta way la baxday hadda waxa jiray gabayaan ahaay oo reer Falastiin ah leeyahay maxamuud darwiish oo darwiish hadda dad badan loo bixiyo Soomaali badan loo bixiyana waan arkay deegaankan de ururka darwiish ee Sayid Maxamed Abdullah Xasan dhisay iyo ragii kale la socday magac ay qaateen lama garanayo de asaga ma wuxuu waxaan dhigi karnaa xagga diinta macnaha faarisiga macnuhu u dhaw ayuu yeelan karaa macnahan kara ee darawish niman seef labood oo in lagu sheego marka qaarna iyaduna way yeelan kareysa laakiin sayidka markaad fiirisa asaga aragtidiisi iyo sidii uu wax ku halbeegay aniga waxay la noqotay darwish waxa weeye qof ilaahay darti u dagaalamayo diintiisa difaacanayo wadaad ah nooca u sameysan oo saalix ah saasan filaya inuu ahaa marka magaca daraawish marka yaa oo kala dii la yiraahdo nin horta waxa jira beelaha Soomaaliyeed marka loo soo daadago beelo badan oo Soomaaliyeed ba daraawish ka mid ahaa
يعني قف قبيلة سومالي دن درويش وي كجرين انتو هذا بدن مركا وحا هادا جيرتا ما لدي كرادات مرد درويش اها او دي مركي دامان اسكو دعين درويش تا اي اجري وحا جيري داد ايغو درويش اه او فكر كي ولي امين سن كل انتاي اما لغو ديلي سي شاق بشيرو كلا وحا تعالي شاقان وحارون تا تلاح كل شاق لغونا ديلي مغالادا عين نبو كلي تريد انا دهيسان امالينا ناصرو مركا نين درويش ابو اها رشاق بشير نبا ان صاحب كان هاي ولا كفتمي ما نام كلها وريها ورد مقعد درويش يدينكو معناه مساسات كغا تكتين كفتمي نين افرين اللي يرادا ان صاحبنا هاي هل كان نوحالي شيء هلبان انو جيرو او رشاق بشير سوما ها مركا قويس سوماليا سوسكالي بجدد كلا سوماليا بجري مركا لكن درويش مركا اللي يراها دو وحي سوقوصو اورورتي هادا قارهان نمنك اللي يراها دول بحانتي حيالي وهلك أبعدوا هيت وتير رحاتك مركب ما قاعد درويش ديجانك لا أساسي هلك كبر بارتي هلك كذا قالن تيبا حتى مركب تكتون نك ورسنجلي أم كفوين ولا جايب تقارن درا درويش إن هاي مدرويش لميرة نمن كان ساق سدوا كلا درس كلا قار درويش وجريمات درويش لميرة هذا سيد كقلدي وكل شيء وهذين أين درويش لميرة هذا إنك سو أي بعد عبدي إلى نيك الأورنجري وطالك هذا سيجيك جوا وسأل فكر كلام حا محوها وأمين سناها إنه سيد كل إثيوبيا نيو تكرج أنت هذا بدك ريح حين أو يعرف كأن داتك هذا مجرد جيك جوا طالد وحكوسه جدا فرس كي يسافت لانك كونفرد مرك جذي لانك هذا سيجدا هذه أنا خلدانين مركا مركا درويش لكن ما أنت مركا ليرا مجيء درويش وحو نما كاسا قاطي نما كاسا قاطي وحو جاي نما أورني نما حق بيجي شيء من أنا أورني هذا قرصورة وقرصورة أنت أكن نقطة محيلا دات في رصة دجال كي جد بالو كلي مركا في رصة وحلا شيء قال البنت هل ودي لي أقول أنت أنا كيرين سديت كن لح كن تضب كن approximately ما هو لكن ما يلحقون سيدتكم قاربة إيش شيء قاربة طبعاً إيش شيء دقالك جد بروا دقالك وو خسارة بدنا أبوها وحا أيضا قايب كا لوران كرا دت نما رجل البحنتو إنجليزي لسه أنا دقالك قايب قرن ودرويش لا دقال ما يين وني بيجري كود دقان أيوة لدرويش شققنا مركين وقما ما يصير ما أقرن ما دين قعلي قبرنا لو شيء موقبات سيدة الروب قيو يرقى يرق يونا قبل يدوشك ما هي نكا ترنا يوان ننري الله سعانا وضهو حوها البانتا أبوها مركا لبادة دنبا ودادكو وجرين لكن درويش الرسمي يقول قوضي يقول ماتاي هدي اي طبان كون كل انتين انا محنا من سانة هاي سيدات لباكون كسوا قادنا يسوى مالي دخلاء هاي سيداتكون البانتا ايه هدي سيداتكون كل انتين لح كون البانتا ايه هاي مركا مقع حق بيولي اينا قاطان way ee drawish deegaanka laga aasaasay waxa weeyaan marka ee ama deegaanka ku barbaartay aasaaskii iyo waa marka waxa noqonaysa togdheer iyo bohosol agas marka sanag ma gaarsiisna marka sanag way ku fiday markii dambe fad laakin aasaaskii waxa weeyaan waa togdheer iyo sol ha halkaas weeyo togdheer iyo sol marka sanagii buruliga ma kicin mardan bay kicdo mardan bay kicdoonta okay taas darawish iyo ama sayid maxamed abdulla xasan iyo ingiriisku maxay isku qabteen ila qofkii dawladda bay kala hayeen aad iyo aad nasir oo su'aashaasi waa su'aal muhiim ah dadka soomaaliyeedna ay u baahan yihiin inay fahmaan waa laga yaabaa dad badan oo darawishta aad u jecel inay jiraan kuwa ka soo horjeedan inay jiraan laakiin marka aanu doonayn inaan wax qiimeyno taariikhda wax lagu qiimeeyaa hadaan dib u eegno aniga shakhsiyan waxaan aaminsanahay taariikhda markaan akhriyay wixii ay cadaan kale la dagaalamay ingiriiska qoreen markaan fiiriyay soomaalida waxay ka qoreen markaan fiiriyay carabtu waxay ka qoreen markaan aan isha mariyay waxa ay soo baxday afar qodob inay ku dagaalameen ingiriis iyo Sayid Maxamed Cabdi Xasan ay isku qabteen kuna dirireen darawishna ay ka dhalatay waa marka koowaad aan ku gumeysto iyo ay gumeysan maysid bay darawish ka dhalatay baan oran karayaa la iskuna qabtay waa marka labaad aan ku gumeeyo iyo ay gumeyn maysid
وقفت هدوك قبصه او كجميسته وكجمين كريا ان كجمي يجمين ميسد ايضا ولا سوق قبطي بان اوران كريا مركز دحاد ناصر وحنا اوران كريا وحال اسكو قبطي ان كغالي اي غالين ميسد محيري ان انغا كلمه اهين waxay cadaan ka laftooda qorayaan oo ay buugtooda ku qoreen aniga ka akhriyay hadii uu sanseen haa Cabdi Xasan la dagaalamin oo ururkii daraweesh uu san dhisin waxa dhici kari lahayd Soomaalida inaan masiixiyada ku faafinno nimankii ingiriiska ee military-ga ahaa ee maxalli jiray saraakiisha ahaa iyo qorayaashoodii intaas way qorayaan ee aragtida meelo badan way ka jirtaa hadda Nigeria wadanka la yiraahdo kale waxaan akhriyay qoraal la yiraahdo Chinua Achebe buug oo qoray baa jira oo noofal oo sheeko faneed laakiin xaqiiqada ku beesgareysan oo things fall apart leh wuxuu aad ugu naqdinayaa Ingiriiska iyo gumeysiga guud ahaan Afrika isbeddelka ay ku sameeyeen isbeddelka diineed iyo isbeddelka dhaqan iyo isbeddelka afkaareed iyo hab nololeed oo dhan iyo waxay sameeyeen buu sheegayaa marka taa waxaan marka kala sineyn ee umadaha kale Afrika ee lagu soo duulay lagu meesay la qabsaday oo dhan marka saddexda qodob ee iyo ah in diinta ma marka qodobkii saddexaad ee jiray wuxuu ahaa aan ku gaaleey iyo igaaleen meesid maxay yara Soomaalidu ma aheyn dad hab magaali u dhisan reer miibaan aheyn wax barashadeena waxay ahayd diinta qofka malcamadaas amma dugsiga quraanka asay Soomaalida u taqaana iyo lageen jiray waxbarashada halkaas ay ahayd waxbarashada kale waxay ahayd wixii waayay aragnimada ay nasiis ama dhaqanka aan ka faa'iideysan ama habnoolleedka laga faa'iideysan laakiin waxbarasho rasmi ah oo inta meel loo fariisto wax la barto oo diinta ahayn ma jirin Soomaalida ma lahayn Ingiriiska markay soo kordhiyeen inay iskuulo keeneen iskuulada marka waxa hoos socday waxa la yiraahdaa adduunka ma jirto qof ku siinaya wax iska ka siinaya laakiin waxa jirta wax aan ku siiyo waxna ii soo celi give and take, take and give bay yiraahdaan marka Ingiriisku iskuuladan iyo waxaan ay sameynayaan waxa ku hoos jirtay fidinta diinta masiixiga waxaa kaloo ku hoos jiray dhaqanka Ingiriiska qodobkii kale ee marka la isku qabtay wuxuu ahaa aan idan dhaqan doorinna iyo na dhaqan doorinaysan marka aniga waxaan aaminsanahay afarta qodob inay ugu muhiimsan tahay Soomaalidu ay u baahan tahay si bilaacadifad inay u daraaseeyso oo loo falanqeyo loo la faguro kadibna wax maxsuul laga soo saari karay ana aragtideeda aan qabo ee aan dhigi karo waa lagu dagaalamay Ingiriis iyo Sayid Maxamed Cabdi Xasan ama Daraawiish iyo gumeysiga wax isku dagaalamay Ingiriis kale lama dagaalamay haddii aad ogtahay Naasiro oo dagaalkii ugu horeeyay Daraawiish ay gasho magaalada Jigjiga ka dhacay xabshida la dagaalameen sidoo kale Daraawiish waxa la dagaalameen nimankii la oran jiray Talyaaniga oo magaalada Baladweyn iyo dagaalkii ka dhacay waad ka warheysaa marka gumeysigan aan ku dhaqan dooriyo iyo dhaqan doorin maysid ayadana ku dagaalameen baan oran karayaa maxay yelay hab nololeedkii Soomaalida oo wax ka duwan yala la yimid oo habkii loo fikiray habkii muxuu ahaa dadku u noolaayeen wax ka duwan bay yimid marka afarta qodob baan mekaaniga ayaan isleeyahay waa lagu dagaalamay Sayid Maxamed Cabdi Xasan iyo gumeystayaashi waa garanayo diin bay ku dagaalamayeen oo inaan mid waliba diinta uu haysto inuu ka kale ku socodsiiyo dhaqankii baa ka mid ahaa laakiin Soomaalidii Islaamka ahayd ee isagu laftigiisu ka dhashay ee qaarna soo dhaweeyeen isiidku waa isdileen bal iyaga dagaalkoodan maxaa xagee loo dadku isweydiiyaan siidka waa sababta loo dadku ugu kala duwan yihiin aragtida ah cid walba waa laaya cidba kama muruxsanine isku dileen ha bal arrintaas Naasiro horta waxa weeye arrintaasi waa arrin u baahan inay Soomaalidu aad uga fikirto una lafa gurto waxaa la yiraahdaa marka ay laba maroodi dagaalamaan cawska ku dhex dhibtooda yaani ama laba dibi dagaalamaan dadku si kala duwan ha u dhahan maadaas marka ani waxaan oran karayaa Soomaalida iyo Sayid Maxamed Cabdi Xasan dhowr arrimood bay isku qabteen ayna ku dagaalameen waa marka koowaade horta sayidku wuxuu ahaa nin adag oo aniga waxaan dhihi karaa Sayid Maxamed Cabdi Xasan nin diktaator ee buu ahaa nin adag buu adeegii sayidka
إن رج بدن سكوت سيجين ومعقول ويكيني كريسة وحوا هنن حكم كيس وأذقيه هاي جو أنا ذي سأذقيهين إلا ليه كره الظروف تنا ويكيني سي إنه قفكو حاله هذا ظروف تأيا سميسة وقايميها لفتيسة situation قام الظروف تمشي كجرته يا مركا قار سميسة مركا على ذي جسيت كقريبة كنا قن كريسة وحاكلوا إياه دنا إنجليز ك أما جميسي دروشة اللي دجال ميسي وحي قريان إن أي جرين دات صوماليات أو لا شقيني سيد كان قبي يدي سو كوشة قيو بوغان هادا عن قعانت هيدا كجر إن بضان وخميدا بوكا هلا يا مركا سيد كو حكوير ور أما أنا غانا سو راع أما إنجريس راع مركا لابا قربا دقال ما يسوما وحي ماشو عدي كوسو هارتو marka wax meel dhul istaaga ma jirto meel dhul istaaga ma jiri kareysa sababtoo ay tahay waxay taariikhyanadu sheegan in sayidku reere badan oo Soomaaliyeed oo deegaanada lagu dagaalamay joogay uu ku yiri wariyaha ingiriiska noo soo raaceen ama anaga noo soo raaca ama ingiriiska ka fogaad dadkii markii ingiriiskiina wuxuu rabaa dadkii u dowladeeyo kanay lagu dowladeeyo kanay lagu dowladeeyo rabaa oo darawishina waxay rabaan inay dadkii ayaga marka waxa tiimid marka mar hadii la dagaalamay shacabna lagu dhax dagaalamay ciidan uu sameysmay in aragtidaas ah in ilaahay hadda aragtida way jirtaa markii hadda waxaan xusuustaa Bush intii loo oran jiray madaxweynaha Mareykanka ahaa yaa wuxuu yiri ama anaga nala jirtaa ama anaga naga jirtaa ma la xam jirtaa marka ma jirtaa marka duruufaha markay meel dagaal ka dhaca way keenay kara waxa kale oo la sheegaa iyadana oo isku dhaca Soomaalida iyo Sayid Maxamed Cabdi Xasan ama Daraawish ba keenay inay jireen qolyo ka dhax abuurmay Ingiriisna aan la soconin Daraawishna aan la soconin laakiin ka dhax ka lumaysanay labadooduba midba ka dhax ka shaqaysay way inay jireen oo adduunka waxa la yiraahdaa Carabiga waxa lagu yiraahdaa Dabur al-Khamis ama afka Ingiriiska waxa lagu yiraahdaa Fifth Columns waxa saas oo kale la yiraahdaa markay meel wax ka dhacaan أني أديك استقالني تصالح كسوقات، مركين أني أديك استدلنو، عد بعض أنت هذا حكى الحركة إسا، إن أنا اسكوب كان رفته، وهوش قاعد كده حقرابته، مركز ضد كلا أو كده حقرابتي، كده حقراب سجا إكا كلو ميستين ضد كان والله شيء جا إني سبب تأي كنتي، وحكروا أيضا الله شيء جا ضد اسكود عين وسيت كسوق بتين لولن هجا منيت وكلا تجين، إن أي dabada la galeenay dib ugu sikadeen gumaysigi oo marka isku dhici keenay ama talyaani dhabarka ha saaraan ama ingiriis dhabarka ha saaraan ama xabashi dhabarka ha saaraan salaadan si bayaamino waxa la sheegaa beelaha isaga kale in ingiriiska dhabarka saareen warsingeliga ama hartiga warsingeliga markii laga reebay dulbahanta warsingeliga ama jirteenka intooda kale inay talyaaniga dhabarka saareen ogaadeenkii iyo wixii kale la socday inay xabashada dhabarka saareen baa la sheegaa marka arintaa marka waxay keentay kala fogaanshiyo inay daraawish dagaal marka ku qaado cid kasta laakiin taariikhyahanada qaar waxay qabaan maalin dhaweyd waxaan eegay professor maxamed ingiriis xaj ingiriis oo la wareysanayo waxaaba uu sheegay wax kamid ah dad badan waxay aaminsan yihiin buu yiri in daraawishtu iska weerari jirtay reer maana iska weerari jirin way u digi jireen markay dhowr jeer u digaan ayay markaas talaabo qaadi jireen bi marka dad kale aragtida ayadaana waan ka akhriyay qoladan ingiriiska laftooda aragtidaas waxbay ka sheegeen marka cala kulli xaal waxaan ku soo koobi karnaa Nasirow isdiidooyinkii dagaal ee labadii garab ee meesha ku loolamay iyo wadacigii meesha ka jiray inay Soomaalida iyo Sayidka isku qabteen kuna dirireen Soomaalida qaarna marka ay toos u raacday gumaysiga la safatay qaarna ay toos daraawish u noqday
أول يرد بيه وحلايرا محيدي جاء الله يقول لك كلام يرني بقى وحلاقة هاي الله يقول لك كلام يرني من لك هاي راعن يعني نكا تومي وحيرا ضدك دي حبشي نكا سور جدا الله كلا بحيبي مركا من لك وهو قامي حبشي مركا الله يقول لك كلام يرني من لك هاي راعن مركا درويش يضدك إني كلام يرمين كلا يي مركا أرنتانا أي كسر دمانة سأصلع مركا إسنا وحي كهول يمو أركو وبرتو كأصلع بس سؤال هن نقول أبا أدو دانا نقول دانا أسمع بالشيء مبوع قبيل سو الشيء يا سيد وعي كعد سيف يعني أوكي واحد شرتا مرة دوه ريره دي لعلوبي أو أما تلقي سو كذا شيء هن نقطه أما كوي كلامك هو رصاق عن قبته هن نقطه أما كور لحد ذي ورسنجلي بلفتقو ذا حديل أقول قارو كوجو عن تلا قارو هاي إنه عايز حتى هو قوي يكو عايز هذه برا أكو أوكي برا هي يجي أنا كور ما بركا ما إتال بكا هيد ما وحسك علم بكا هيد ما وح يعني بل يلا بل سفه أستاذ ناصر ورتو حاوي مركات فيرسو وعليك رتا وحن ران كرينا درويشتا حيابي تيرك يكو تاقنيت سوان تسيد كاكمل